غلامورات، لقيت واحد البنت مستفطه ليا كتبكي كتبكي على قبل شي قندوح عرفت شنو قال لها. لما انا السؤال كيقول اللي سولتها توجد اللي كتبكي اللي عنده الفلوس، قلت لها كلمة كيس كيس توجد اللي كتبكي عليك. بون دوزت لها كتبكي، ولكن فاش سولتها قلت لها واش هذا اللي تتبكي عليه عنده الفلوس، وقالت لي لا انا نبكي. اللهم ان كان هذا سحر فابطله. ديك اللي كتبكي على الراجل اللي ما عنده فلوس، واش اختي انت صافا ولا صافا با؟ اكيد غتكوني صافا. ما تبقاوش تشاركوا معايا هادشي، هاد الانواع ديال هاد المشاكل. ما تبقاش مرضاني دابا، والله المره داخله في حاله هيستيري. فاش قلت لها بلاتي عنده شي فلوس، واش تعطيك شي حاجه زعما، واش بتفلت لك شي نقديو؟ اش غندير لك هاكي؟ اش غندير لك؟ اش جيب كريمات الصباح؟ ها مشي الناس حسن. بول دي بارتينز، ما تنساوش البنات لا كريم سولير اللي بارطاجيت معكم ماما مع جوج ولا ثلاثه مره. اي بوركو اي لو كوم اي لو كومو غادي تلقاوه مكتوب باش ما تنساوش. لاسيد هيرونيك لي فيتامين كتعاون على التجاعيد، بزاف ديال المكونات اللي كاينه في بول دي فارتيس، داكشي اللي خلاني انا اتاشي ليها. اي اون بلوس كو سا سي اون كريم ديال اون كريم سولير تانتي اللي انا لقت لي مع وجهي. نتوما غادي تشوفوا كيفاش انا غادي نستامبيها بحال الكريم بحال لا فون دو تان ولا شي حاجه، وكتجيني مع وجهي حتى اللون جاني هو داك. تقولي وصابو ليا على وجهي. الوغ ليكلا 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 ديال الوجه لا باز ديالو سي اون بروتيكسيون افون. اي لا بروتيكسيون الا اختارتي لا بروتيكسيون ديال وجهك تكون زوينه، فوجهك راه غادي يبقى زوين، فوجهك راه غادي يبقى زوين. ما تقوليش لي انا صغير جي 20 طون بلوس اون جو بلوس اون اون اتيليز لا كريم سولير بلوس وجه، ما كي يمشي اكثر. علاش؟ لانه كاينين دي فان اللي كتدخل عندي انا المحل مثلا، والله العظيم لا سمين ديغنيغ جات عندي واحد السيده وجهها مكرفص مسكين، قلت لها وهي تقول بغيت ندير لوجهي وما عرفتش شنو ندير واللي درتها ليه ما كتشد. قلت لها السؤال الاول اللي غادي نعطيك، واش تو في لاكريم سولير؟ واش كتديريه؟ واش كتحطها؟ واش كتخرجي بلا بها؟ قلت لي ما كنديرهاش. قلت لها صافي انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. اون كريم سولير عادي ولا وحده اخرى ما كنتيش كديرها، ما تهضريش معايا انا، ما تجيش تهضري لي على ليكلو، ما تجيش تهضري لي على الوجه بصفه عامه. اي خاص ديكونيكتي نقول لكم شنو فيها بالضبط. يا ديما تحكوا نلعب ومخليها على صباح النور والورد والياسمين. الوغ مع لابليكاسيون لو كونسيرج عيطت لندري باش يجي يودي الحوايج، فجمعت الحوايج هنا اللي بغيتهم يتصبنوا في المصبانة. الولد ها هو في الباب، حسبناهم ايتو غادي نعطيهم دابا ليه. تك سلندري دابا تك ميرسي باش. اوكي ثانك يو سو ماتش ثانك يو. دابا لي غلامور الفنات، سمعوني مزيان شنو غنقول لكم من هاد لي ستوري. هنايا في سنا كنخلي لكم دو طون زون طون تصاورات ديال ديزاينر ستور اشنو فيها. قريب جيت غير باش نعلمكم باللي باسكو سنا عندي في اجناس كتير مختلفه من جميع انحاء العالم، ف قريبا 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 غادي يكون ان شاء الله لو سيت انترنيت واجد. اي دي سيلا انا غادي نبارطاجي معكم اليوم لي زارتيكل اللي عندنا في ديزاينر ستور. غنحط لكم بزاف نتاع دي بيتي تروك اللي كاينين في ديزاينر ستور، وغنحط لكم قبل هنايا تش
شنو ديروا النمره اللي تواصلوا معها ديريكتومون الا ما كانش عندكم انستا. الا كان عندكم راه نديروا غير ديزاينر ستور غيطلع لكم راه تبان لاباج ديالي راه كاينه لتحت انا فيها وتشوفوا لي زارتيكل اللي كاينين في لي ستوري كيتحطوا في الصباح وفي العشيه. الا كان عندكم راه نديروا غير ديزاينر ستور غيطلع لكم راه تبان لاباج ديالي راه كاينه لتحت انا فيها وتشوفوا لي زارتيكل اللي كاينين في لي ستوري كيتحطوا في الصباح وفي العشيه وفي لاباج راه عندكم كل شيء تحتاجوا ليه. هادي من جهه بالنسبه للناس ديال انستا غادي نبارطاجي معكم ديريكتومون لا لي زارتيكل اللي جاوا جداد في ديزاينر ستور. مالوغوزمون ما كايناش انت عجبني ندير انبوكسين ديال ديزاينر ستور ما عرفتش علاش حيت فيه بزاف ديال الحوايج زوينين ولكن غير تيكونيكتي نشارك معكم شنو وصل في ديزاينر لانه البنات صيفطوا ليا. Pero conocete mamacita. Me paso morena como si fuera margarita. قولي لي زعما ما فهمتش كحالت عليك حتى جاي دابا كا كاين لك غادي يدير لك هنا وي لا ماشي قال لي شي حاجه خسرت انا كاع من هاد الوعي ما بالك بلي خشي بالطاحه اون توكا لو سيرفيس جادور دابا البنات غادي تافيت جاوب باش يدوزو ديال الفيتامين نورمالمون اللي كنت انا معوله نديرو مي في لابليكاسيون انا جي كونتاكتي الدراري وفاش شافو لا ستوري ديالي باسكو يوان هادي وانا في العالم كيما كتشوفو في الاول داروا لي الفيتامين بوغ لا غورش باسكو عندي انفلاماسيون وقبل ما يديروا لي اي حاجه شوفوا التست اللي داروا لي شوفوا خيالين هنايا وهاد الناس وصلوا واحد المستوى رائع تبارك الله على هاد البنات الله يحفظهم. داروا لي التست سولوني واش عندي شي حساسيه من شي حاجه طبعا انا قلت لهم لا حيت ما عندي حتى شي حساسيه قالت لي ولكن انا خصني ندير التست ديالي خشات لي واحد اللعيبه جو سي با كو قالت لي شوفي اي رياكسيون حسيتي بها ما هي هذيك شابارتي دو مانو قوليها لي. قلت لها اوكي ما حسيت بوالو قالت لي راه ما عندك حتى شي حساسيه. من بعد درت لي الفيتامين ديال الكوش ديالي من بعد وهي دار لي هذا الوجب المتعجب اللي هو تصوير. البنات خاصكم تعرفوا هاد لو بارطاج اللي كندير معاكم ما كنديروش كل الناس اللي كاينين في المغرب ولا الناس اللي كاينين في العالم. انا بيان سور عندي متابعين في العالم عندي في امريكا في اوروبا عندي بنات هنايا كيعيشوا في الخليج عندي بارتو سيتادير كو لابليكاسيون لو كونسييرج كتستقبل جميع الناس. داكشي اش كنقول لكم نزلوا لابليكاسيون باش سواء الزوار اللي غيدخلوا على دبي غادي يلقاوها اولا البنات اللي ساكنين هنايا والناس اللي غينزلوها دابا غادي يكون عندهم 25% من جميع الخدمات كود برومو كلامو غنفا لاكتيفي بيان سور اللي غادي يكونوا منزلينها غادي يكون عندهم هاد لو كود برومو ديال 25% صافي انا كنطاغي معاكم الانستغرام باسكو بغيتكم تخليو الانستغرام وتكبروا بهم كي كيكبروا بيا وتقولوا السلام عليكم سوجونا واخيرا يوما جاني توم رانديفو parce que j'ai trop force la santé de Jerry. Ouais, je peux pas.
واخيرا يعني قدرت انهم نجيب دبي مول العالم كيهضر عليه. والله انت اجي جيب جيبي الفلوس جيب جيبي ماشي الفلوس جيب جيبي الخنجه ديالك الفلوس اختي. حالتي هنايا بغيتي الناس طيبين هنايا بلاد زوينه ناس هم ربيين ومؤدبين. واش نقول لكم ما كاينش شي حاجه لبساتها في جورجينا وكاينه في هذا البلد صداوت في العالم. هذا هو انا في اليوم ولا فالح حنا راه مخبيين حنا راه مقصرين معكم. تخيلوا صداوت قال لكم من ساعه من بعد هي ما لبست هذاك اللي جينز اللي فيه داك حالهم هنايا. ايوا حنا خلات لينا داك الشيء الاخر دارت معنا مزيان كل لبسات الماركه كلها كل ما لقينا فيها حتى زويف. بون جي بري با مال دو بتي تخوك جي بري واحد دو تخوا فاس دي كاسكيت دي ليكي داكشي اللي كنت باغي انا باغي نكيل فانا جيت كيلت وكيلت زوين هي صراحة زوينة وعليها واحد الاستقبال رهيب رهيب. المهم انا بس Thank you.